نتكلم على الأهمية يعني غير الفسحة طبعاً إحنا عملنا قال الأمير وعملنا حاجات عن المعلم وعملنا لغتنا الجميلة، لكن النهاردة عملنا حاجة تعليمية والعلاقة بين المدرس والطفل في أغنية أو قصيدة إن شاء الله في الأغنية مس هدى والطفل عدنان مع يارا مجدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الشاعرة يارا مجدي فؤاد الدمرداش وقصتي بعنوان مس هدى والطفل عدنان للشاعر الكبير والقدير أستاذ أحمد موسى. كان يا مكان كنا وكان كلمة حب في كل زمان بتغير أحلام الدنيا وتجمعنا في كل مكان مس هدى هي القلب الطيب عمري ما قالت شيء يتعب بتحب تلاغي الأطفال شاف الطفل بعيد وقريب قاعد وحده في آخر الصف زي البدر تمام في زمان همس دموع تسبيح وصلاة أو
يعلم من خلال كلامي ان فعلا انا في مراحل 24 سنة في الدراسة قابلت القصيدة دي وما زلت بقابلها وهي اثرت فيها جدا دلوقتي لان شفت قدامي طفلة صغيرة فعلا امبارح او اول امبارح وترجع ليها لان مامتها اتوفت. شكرا ليك، شكرا يا استاذ احمد، شكرا لكم، مش عارفه.